تفصيلي كامل إذا هو جاهز. من الكلام ذا كله يوم يقول تم إلغاء السؤال وتكلم أن المتسبب في ناس يتسببون عليك أو حاجة يقول أنك تسبب على نفسك، ثم قال مثلها أن في ناس تسبب عليك، ما يعني ما لها دخل الكلام ذا كله. وأنا أبو سعيد أنت خلص من دونك يا عادل هيف، إن كانك تدور شو أو تدور لك حدث لا تدوره عندي. يوم أنك تقول يتسببون، من الكلام ذا كله يوم يقول تم إلغاء السؤال وتكلم أن المتسبب في ناس يتسببون عليك أو حاجة يقول أنك تسبب على نفسك، ثم قال مثلها أن في ناس تسبب عليك، ما يعني ما لها دخل الكلام ذا كله. وأنا أبو سعيد أنت خلص من دونك يا عادل هيف، إن كانك تدور شو أو تدور لك حدث لا تدوره عندي. يوم أنك تقول يتسببون، من الكلام ذا كله يوم يقول تم إلغاء السؤال وتكلم أن المتسبب في ناس يتسببون عليك أو حاجة يقول أنك تسبب على نفسك، ثم قال مثلها أن في ناس تسبب عليك، ما يعني ما لها دخل الكلام ذا كله. وأنا أبو سعيد أنت خلص من دونك يا عادل هيف، إن كانك تدور شو أو تدور لك حدث لا تدوره عندي. يوم أنك تقول يتسببون، انت يا عادل هيف لا تدور حدث عندي. ريان، ربما اللغط اللي حصل والغلط من مهاب في اللفظ، انه ريان تعدى على عادل هيف، ريان ما تعدى، ريان كان عنده انتقاد، كان عنده تحفظ، كان عنده تساؤل على عادل هيف. هذه كانت من ضمن الفقرات اللي او المخالفات اللي استبعد ريان بناء على هذه المخالفة من ضمن المخالفات الثلاث الأخرى. أبو حمود، أبو فرح، طبعاً بما يخص ريان والمقدمة عادل هيف خلونا نقسمها قسمين. القسم الأول بما يخص ريان وعادل هيف، هذا متسابق وهذا مقدم وبينهم كل الاحترام والتقدير. الأمر الثاني، ريان الساهري ما دخل الكوفي شروم لكي يتفق، وإنما دخل لكي يعترض، والاعتراض مفسره في كلمة اختلاف، اعترض اختلف. ممكن مهاب استخدم كلمة ثانية خاطئة، ولكن البوينت أو المغزى أو اللب هو الريان الساهري ما كان موافق على ما نطق المقدم عادل هيف. يعني لو كان قابل أو متفق معاه لما راح الكوفي شروم وتكلم أو انه اعترض. هذا بما يخص عادل هيف. يعني ريان هو عرج النقطة هذه أو تكلم النقطة هذه عشان كلمة. أنت العين جيت في كلمة، خلنا نقول أم مهاب قال تعدي، وأنت ما أنت متعدي لأنك عاقل، وخلنا نقول أم مهاب قلت قال أي كلمة ثانية. الكلمات هذه لا تفسد لب الموضوع. لب الموضوع أنت مختلف، أنت مختلف في وجهة نظرك، ووجهة نظرك تحترم. أن عادل هيف ما اتفقت انت وياه على وجهه نظر، وعادل هيف يقدم فقرته بالطريقه اللي يملي على نفسه. يعني انت خليت الاربع نقاط او الخمس نقاط وعرجت على كلمه، هل الكلمه هذه تضيع القضيه؟ لا طبعا، لا طبعا. ايضا كان ترى ريان كان في الاعداد على اختلاف او على تحفظ على القرارات عادل، كان في الاعداد وقتها. نعم صحيح. بخصوص مثل ما تفضل اخوي ابو حمود، ان اللي بادر من مهاب في الأداء أو في اللفظ اللي قاله تعدي على عادل هيف، هذا خلى مجراه من ناحية رئيس مجلس الإدارة ومن ناحية المدير التنفيذي، أنه سوف يأخذ يتخذ قرار في مهاب، واتخذ خلاص. احنا اتفقنا بالأجمع على الأمر اللي حصل من مهاب، ولكن لا ننسى التراكمات. هي مهم من خطأ واحد، مهم من خطأين، مهم من ثلاثة، هي من تراكمات على ريان الساهري. ظهر في الكوفي شروم مثل ما شفتوا وبرر، لولا الخطأ ما جاء اعتذار. صحيح، صح. يعني لو ما أخطأ ما اعتذر، يعني لو ما كان مختلف
ريان على فكرة عادل هيف انه يقحم ريان في انه هو متسبق على الجنيبي وكذا، ما راح يبرر في الكفر شره. ليه؟ لان اللي يقول مثلا لا تسرق ولا تخاف، لا تروح تبرر، ما يحتاج. لكن مع ذلك الجوال، مع ذلك التعمد بالفاصل، خروج الفاصل اثناء الرياليتي، هذه 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 مصيبه كبيره يا اخوان، يعني مستحيل نتعداها. يعني اللي بيتعمد لخروج فاصل لان الشباب ضغطوا عليه بكلمه او انها انضغط من حاجه، هذا ممكن انه يسبب لنا امور احنا في غنى عنها. لا نختلف على ادب ريان وعلى نجوميه ريان وعلى ثقه ريان، لكن الشباب للاسف اخلفوا الهقوت في امور كثيره. طيب ابو عنزي، مخالفات جوال، تعمد طلوع فاصل، تغشيش متسابق في البرايم مما قد يؤثر في النتيجه، هذه مخالفات ريان. ريان وقف عند 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 مخالفه واحده، ويعني وقف عند كلمه او مفرده يعني استخدمت بالشكل الخاطئ. يعني يعني المفرده هذه يعني لا تعفي او اعتراض ريان على هذه المفرده يعني لا يعفيه من المخالفات الاخرى اللي قام فيها. يعني احنا بس ذكرنا لان تعريج على عادل، على تغريده عادل هيف للتصحيح فقط، لكن النتيجه والاجراء هو هو. ابو حمود، مساله الاستبعاد ليست بالسهله يعني، ويعني انا يعني في مرحله استبعاد لابد ان اكون يعني حريص على اهب، يعني على اهب الاستعداد في مواجهه، او يكون عندي استعداد تام في مواجهه رده الفعل اللي بتصدر من ريان ومن غير ريان، حتى من زملائه المتسابقين. فانا يعني اذا اصدر قرار وانا في يعني في مرحله ضعف بيكون موقفي حرج. يعني كان من المفترض على مهاب انه يتقصى الحقائق اولا، صح، ويستخدم المفرده المناسبه للموقف يعني بدال ما يقول تعدي يقول مثلا اعتراض ريان على يعني على على قرار عادل هيف عادل بن هيف في المنشرحه، اي يعني نعم في المنشرحه، وهذا ينافي سياسه البرنامج، صح. يعني كان المفترض انه يوضح المفرده لكي يعني ما يقع في الموقف الحرج، لان كلمة تعدي يعني هي اللي وقف عندها ريان، ولا ريان ترى اعترف بالمخالفات المتبقية، اعترف بوجود جوال يعني تعمد الفاصل، تعمد الفاصل يعني بألفاظ غير لائقة، بتغشيش عبد الله الجنيبي في المنشرحة، هذه ما كان عند ريان يعني اعتراض نهائيا. ريان وقف عند هذا الشيء اللي يقول ليش يعني مهاب يقول اني تعديت وانا فعلا ما تعديت، يعني وهذا حق مشروع له انه فعلا صار يعني دامه ما تعدى، هذا يعني خطا من مهاب، خطا من مهاب يا ابو عنزي، ويحاسب عليه مهاب. وفعلا يعني رئيس مجلس الاداره والاداره يعني يعني على يعني على الخطا اللي ارتكبه مهاب، على يعني ماشيين على خطى يعني محاسبه مهاب في مثل هذه الامور. لكن جميع ما ذكر وجميع ما ذكرته انا لا يعفي ريان يعني من مسألة الاستبعاد ومسألة العقوبة. مسألة الاستبعاد صحيحة، العقوبة صحيحة، خروج المتسابقين في غير محلة جداً. هذا اللي جداً. يعني حبيت أوضحه في ما يخص مسألة استخدام المفردة الغير صحيحة. طيب أبو حمود، أبو فرح، يعني الاخوان او ما قصروا في التعريج على كلمات او تجاوزات ريان. يعني جمهورنا الفاضل، انا اتوقع انكم وصلتم من الوعي ان تترك خمس مخالفات ويعرج على مفرده او على كلمه مثل ما قال ابو عنزي. الجوال ما عرج عليه معناها بحجته جوال، التغشيش ما عرج عليه لانه غشش، تعمد الفواصل بكلمات غير لائقه ما عرج عليها لانها درى ما له درب الا ذا الكلمه، درى ما عاد له حجه او ما له طريق انه ينفعل الا انه يلقى ذا الكلمه. فوق هذا كله تاكدوا الريان انه تجاوز المرات المرصوده عليه ولم يتم اتخاذ القرار
من خطا واحد او اثنين او ثلاث او اربع، وانما من تكرر الاخطاء. عادي ترى ان الابن ادم اذا اخطا، ترى الجميل انه يقول نعم انا اخطيت واتحمل خطاي. لا تحمل غيرك يا ريان، يعني اخطيت ترى والله العظيم انها اجمل لك ان تقول قدام اخوانك وللجمهور وللمحب اني نعم انا اخطيت، انا بشر مثلكم يا ناس. ليش يعني هل انا نازل من السماء بسلاسل؟ انا مثلكم اخطي ترى، ما في شيء، ماني معصوم، ماني معصوم من الخطا. لكن اني اترك العقوبات كلها واترك شو اسمها الاخطاء كلها والتجاوزات واعرج على الكلمه، هذا ضعف لحجتك. حتى الدليل انك ما غردت يا ريان الا بكلمه واحده، الكلمه هذه طال عمرك رحت ارجع عليها. طيب الباقيات وش وضعها؟ الجوال وش وضعه؟ التغشيش، الفواصل، ليه ما تصير شفاف اكثر وتقول للجمهور ايش الكلمات اللي انت قلتها؟ خلك شفاف. طيب بالنسبه لخروج، انا اسميه خروج او انسحاب او هروب ما ادري، لكن خروج المتسابقين، احنا ما نقول انسى الخو من المبدا او المبادئ، الخوه والفزعه والتقدير والخويكم هذا شيء جيد وشيء مرحب فيه، لكن في فرق بين التنافس